مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تلفزيون جمهورية سومالان نقدم لكم نشرة الأخبار وأبرز العناوين فيها. وصل مساء أمس رئيس جمهورية سومالان خامة أحمد محمد محمود سيرانيو إلى بريطانيا. مشاركة وزير قصر الرئاسة بمناسبة احتفالية أقيمت في قصر الرئاسة. مشاهدين الكرام، كانت هذه أبرز العناوين، والآن إليكم النشرة بالتفصيل. وصل مساء أمس رئيس جمهورية سومالان فخامة أحمد محمد محمود آدم والوفد المرافق له إلى مطار هيثرو الدولي، حيث تم استقباله من قبل سفير سومالان لدى بريطانيا ورئيس حزب كلمية في بريطانيا وعدد كبير من جالية سومالان في بريطانيا. وصل مساء أمس رئيس جمهورية سومالان فخامة أحمد محمد محمود آدم والوفد المرافق له إلى مطار هيثرو الدولي في المملكة المتحدة، حيث تم استقباله بشكل واسع، وكان في مقدمة مستقبلي فخامة الرئيس وحرميه سيدة آمنة ورس، سفير جمهورية سومالان لدى بريطانيا سيد علي آدم عوالة، ورئيس حزب كلمية في المملكة المتحدة السيد حرير حرسي، ومدير التلفزيون الوطني في قارة أوروبا السيد عبد الرحمن محمد، وعدد كبير من المواطنين سوماليلان. ورافق رئيس جمهورية سومالان في هذه الزيارة وزير وزارة التربية والتعليم العالي السيدة زمزم عبدي آدن. هذا وقد توقف فخامة الرئيس بدولة إثيوبيا قبل سفره إلى بريطانيا، حيث أجرى لقاءات عدة مع كبار مسؤولين فيها، وقد تحدث فخامته بكلمة للتلفزيون ووسائل الإعلام، عبر فيها فرحته والوفد المرافق له على هذا الاستقبال الحافل الذي حظي به، وشكر جموع المستقبل له، وقال إن هذه الرحلة القصيرة التي هي إجازة قصيرة من أجل اجتماع بأعضاء جالية سومالان في الخارج، وفي بداية رحلتي كانت البداية من دولة إثيوبيا، وجرت محادثات بيننا وبين دولة إثيوبيا بشكل جيد، تحدثنا على أوجه التعاون المشترك بين الدولتين الجارتين في شتى المجالات. وتصادف هذه الرحلة لفخامة رئيس جمهورية سومالان مع مناسبة شهر الكريم، ويتوقع بقاء فخامته واحتفاله بعيد الفطر المبارك مع أبناء جالية سومالان في بريطانيا. شارك اليوم وزير وزارة قصر الرئاسة بجمهورية سومالان معالي حرسي علي حاج حسن بمناسبة إرسال معونات مالية من قبل أبناء جالية سومالان المتواجدة في الخارج. شارك اليوم وزير وزارة القصر رئاسة الجمهورية معالي حرسي علي حاجي حسن بمناسبة إرسال بعض أبناء جاليات سوماليلاند المختلفة والمتواجدة بالخارج معونات مالية، والمناسبة التي أقيمت في قصر رئاسة الجمهورية، وأبناء الجاليات يشاركون معوناتهم هذه في بناء طريق عرقابو. وقد حضر هذه المناسبة اللجنة المختصة ببناء طريق عرقابو وأيضا وكلاء عن أبناء الجاليات، وسلمت هذه المعونات لوزير وزارة قصر رئاسة الجمهورية معالي حرسي علي حاجي حسن. وقد سلمت هذه المعونات نائب وزير وزارة الشؤون الاجتماعية، وسلمت معونة جمعت عبر النساء من إقليم توغدير ومدينة عرقابو. سلمت باقي المعونات أيضا إلى وزير وزارة قصر رئاسة الجمهورية، وتحدث في هذه المناسبة وزير وزارة قصر رئاسة الجمهورية ورئيس لجنة بناء طريق عرقابو بكلمة شكر فيها أبناء الجاليات على هذه المعونات المالية، وعن حسهم الوطني بمشكلات الوطن ووعيهم التام باحتياجات وطنهم. افتتح اليوم وزير وزارة الأشغال العامة معالي عبد الرزاق خليف وابري في مناسبة احتفالية كبيرة شارك بها عدد كبير من المسؤولين، هدفت إلى تبديل الرخص القديمة بالرخص الجديدة، وأقيمت هذه المناسبة في مقر وزارة الأشغال العامة سومالان. افتتح اليوم وزير وزارة الأشغال العامة معالي عبد الرزاق خليف اليوم في مناسبة احتفالية كبيرة شارك فيها كل من المدعي العام والمحاسب العام ومدقق الحسابات القومي ومدير هيئة العام للمناقصات الوطنية ومدير الأمن الطرقات وأعضاء برلمان ومسؤولون آخرون في مناسبة احتفالية أقيمت في مقر وزارة الأشغال العامة، هدف منها تبديل رخص القيادة القديمة بأخرى جديدة وعصرية. وتحدث بكلمة مدير أمن الطرقات السيد فيصل حيس الذي عبر عن فرحته وهنأ وزارة الأشغال العامة بهذه الخطوة البناءة التي تنم عن وعي تام باحتياجات الوطن والمواطن وتقلل من الحوادث على الطرقات العامة. وتحدث بكلمة محاسب العام القومي، قال فيها إن الناتج الدخل القومي عن الرخص الجديدة سوف يكون أكبر مما كان عليه مع الرخص القديمة، وأن هذه الرخص الجديدة هي أعلى جودة من القديمة، ويدل ذلك على التقدم التي وصلت إليه سومالي لاند. وتحدث أيضا في هذه المناسبة
المنسق العام السيد حسن أحمد آدم ومدير هيئة المناقصات العامة السيد آدم عبد الله حسن تحدثا عن الفائدة الكبيرة لهذه الرخص الجديدة التي تصير التقدم العالمي. وتحدث أيضا مدقق الحسابات العام القومي السيد محمد عبد إبراهيم والذي أشاد بهذه الخطوة التي قامت بها وزارة الأشغال العامة. وفي هذه المناسبة أيضا تحدث بكلمة وزير وزارة الأشغال العامة معالي عبد الرزاق خليف وابن وبكلمته أن هذه الخطوة التي قامت بها وزارته تنم عن التقدم الذي وصلت إليه صوماليلاند وعن إنجازات الوزارة في المجالات تهيئة رخص مرور الطرقات وتبديل الرخص القديمة بأخرى جديدة وعصرية. وفي النهاية شكر كل من بذل جهدهم من أجل هذا الإنجاز العظيم. وفي الشأن العالمي، هجوم عنيف لقوات النظام المدعومة بقوات وعناصر من حزب الله اللبناني على مدينة مورك بريف حماة. أفاد مركز الحماة الإعلامي عن هجوم عنيف لقوات النظام المدعومة بقوات والعناصر من حزب الله اللبناني على مدينة مورك بريف حماة الشمالي في ساعات اليوم الأولى في محاولة من النظام في التقدم واقتحام المدينة وفتح الطريق الدولي الواصل بين حماة وإذلب وحلب لفك الحصار عن الحواجز والأذاء الطيق بريف إذلب بالكامل. وأضاف المركز أن هذه الاشتباكات هي الأعنف بين الثوار وقوات النظام على ثلاثة محاور في محيط المدينة وسط قصف براميل متفجرة في المدينة. الطيران الإسرائيلي يستهدف مساكن قيادي حماس. قصف الطيران الحربي الإسرائيلي فجر الأربعاء منزل محمود الزهاري القيادي في حركة حماس في قطاع غزة حسب ما أفاد المسؤولون أمنيون، وذلك في اليوم التاسع من الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد المسلحين الفلسطينيين في القطاع المحاصر. ونقلت وكالة فرنسية عن مصادر أمنية أن المنزل كان خاليا من السكان وقت وقوع الغارة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه وجه تحذيرا للسكان الشرق والشمال القطاع غزة بنصحهم بمقادرة منازلهم. مشاهدين الكرام، كانت هذه كل ما لدينا من أنباء لهذه الليلة، على أمل اللقاء بكم في النشرات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.